ذنوبنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، لا ملجأ ولا منجأ لنا إلا من الله عز وجل، فنحن مذنبون ونحن مستغفرون إلى الله عز وجل. عباد الله، لأجل ذلك الأحوال التي نشاهدها اليوم من الطقس الجاف والهواء الحار علينا، هذه مصيبة من مصائب الله عز وجل، وهذا إنذار من نذر الله سبحانه وتعالى. هذا يريد الله سبحانه وتعالى: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أننا عباد الله الضعفاء لا نستطيع أن نتحمل هذه الأحوال وهذه الحالات. عباد الله، هذه الحالة تذكرنا عن حالة الآخرة، لأننا نعرف أن أحوال القيامة يكون أشد من هذا. يقول الله سبحانه وتعالى: